السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أعزائي المشاهدين ديالي المتابعين، مرحبا بكم وألف مرحبا. وأنا دائما كنرحب بالجميع. تتمة ديال الفيديو الأول اللي كنا درنا السولد في الشيلان وفي الفولار، كان 10 دراهم و20 درهم و50 درهم فقط. بالنسبة فين كيتواجد عزيز فولار، كيتواجد في حي الألفة، مارشي الألفة بالضبط، في الجهة اللي كاينين موالين الذهب. أي حاجة بغيتوها تواصلوا معاه في الواتساب وغادي يوجد لكم أي حاجة بغيتوها. وما تنساوش راه كاينين جميع الاشكال ديال لي فولار والشال، ولا بغيتو حتى شي حلقه تكون خاصه بلي فولار والشال ديال لاسوا، مرحبا والف مرحبا. دابا غتبقاو معايا في الجزء الثاني. قبل ما نمشي للجزء الثاني، عافاكم لك المحتوى ديالي كيعجبكم ديروا ابوني ولايك باش يقدروا هاد الفيديوهات ديالي يطلعوا لواحد العدد كبير من المشاهدين. مرحبا. هانتوما كما كتشاهدوا اعزائي المشاهدين ديالي المتابعين ديالي، غادي نبداو باول شيلان. هما هادو هانتوما كما كتشاهدوا في الطول. الثمن ديالهم هادو غير 30 درهم. علاش قلنا لكم نحن مع المواطن البسيط، كلشي يلبس اللي عنده واللي ما عندوش. انا راه ما عنديش الاسباس استسمح، الله يجيب الرزق والتيسير وكل محل اكبر. 30 درهم. كذلك اللوينات ديالهم هما هادو، نحل لكم هذا واقيلا غنرول لك عزيز. اليوم عزيز راه حشمان، راه ما بغاش يهضر والو، مسكين كيحشم، ولكن غادي انتما هادو غير 30 درهم فقط. نوريكم اللوينات ديالهم، اللوان ديالهم هما هادو هانتوما كما كتشاهدوا، 30 درهم بلا غلا على مسكين. غادي يدوز يجيب لي حاجه اخرى ثاني. هادو نفس الثمن، هادو نفس الثمن هانتوما كما كتشاهدوا، اللوينات ديالهم هما هادو. نحاول نحرق هانتوما، حتى هاد اللون هذا راه كيكون زوين بزاف بزاف هانتوما كما كتشاهدوا اعزائي المشاهدين. الا سمعتوا شي صداع حيت انا راه في المارشي، يعني ضروري ما يكون شي شويه ديال الصداع. هاد الفيديو غيكون ان شاء الله بدون مونتاج. هانتوما 30 درهم، الالوان فيه كثاري بزاف هانتوما، راه كنعكس كاين الالوان بزاف. هادو حتى هو الكشخايات، هادو الكشخه اللي بالحجر، هادو الكاليتي شويه طالعه. هادي الكويتيه، بالنسبه لهادي، هادي الكويتيه عاد جبتيها اليوم في الصباح. اليوم اعزائي المشاهدين اول وحده كتشوفوها ديال الكويتيه. شوفوا الثوب ديالها غزال غزال، ها نتوما شوف شحال غليل. الا وفيها هاد الحجر بحال هكا، بغيتو ديروها بحال هكا او دير بحال انا، ما كيعجبنيش الحجر، كنديرها بمقلوب بحال هكا. عفا الوان بزاف هانتوما كنديرها انا، ماشي الجهه اللي فيها الحجر بحال هكايا، ولا بغينا نديروها بالحجر راه بحال هكايا. هانتوما الا بغيتوها بالحجر بحال هكا وكتير زوينه، يعني راه تجمع الاحجام. هانتوما شوفوا كيفاش كتجي، كتجي غزاله بحال هكايا بحال هكايا. هانتوما كتجي بحال هاد الموديل. الثمن عزيز ديرها 90 درهم. شوف تزيد تنقص لهم ولا 90 درهم للمشاهدين ديالي؟ 80 درهم. 80 هانتوما هو نقص لكم عاوتاني، زاد نقص لكم شي حد غلط فيه شي كبير، كان 90 درهم ويرد لكم 80 درهم. هانتوما غادي ندوز معاكم اللوينات. وعزيز راه مساعف بزاف بزاف ما شاء الله عليه. هانتوما هذا شمن اللون؟ شنقول لهم شمن اللون؟ هذاك هذاك الغوص فيشيا، غوص فيشيا. هانتوما كما كتشاهدوا راه طويلين فيهم الطول وفيهم العرض. هما اللي جاو جداد زوين الثوب ديالهم، الثوب ديالهم زوين، عجبني بزاف بزاف في الحقيقه. هانتوما كما كتشاهدوا كيجيو بحال هكا. نحيد هذا الوسخ من الباس، هما ما تديوش عليا، راه دايره الفولار ديالي كيجي بحال هكايا. كيجي بحال هكايا وطويل فيه الطول والعرض، واللي عجبني فيه هانتوما كما كتشاهدوا لا ماتيغ ديالو ممتازه، كيبقى غير ب 80 درهم فقط للمشاهدين ديالي. زيدني شي لون اخر، واحد لون اخر ها نتوما كما كتشاهدوا. اليوم عزيز غادي نحمصو ها نتوما، شحال وانا كنتسنى باش يجي في السلعه الجديده. شوفوا هذا اللون هذا، شوفوا يعني راه طويله، شفتوا حتى العرض عريضه، كتبقى غير ب 80 درهم فقط. غادي ندير هذا، انا قلت لكم كندير الجهه اللي ما فيهاش، ندير هذاك الغوز، ها هو دار لي الغوز، ندير الغوز. هانتوما يعني راه فيها الطول وفيها العرض وكتبقى غير 80 درهم. استسمح واحد السيده قالت لي ما ديريش التكرار، انا كنأكد ماشي كنكرر، كنتأكد. هانتوما بحال هكا،
هاد الروز راه كنمشي مع بزاف ديال الالوان وكنديرهم بحال هكايا، يعني غادي نطرق هذا صافي، كل واحد كيدير الشده ديالو اللي كتصلح ليه واللي كتواتيه مع وجهه بحال هكا كيجي. هو هذا غادي يسطيني هاد النهار عزيز كل ساعه يقول لي شوف هاد اللون، هانتوما تشوفوا هاد اللون الزواقه ديالنا كيف عامله، كلشي بحال هكا كاع اللوانات اللي غابرين عند عليكم ولا عتحتاجوهم في البيسيك ديالكم غتلقاوهم بحال هكايا. وانا راه غادي نحاول نتفرج بحال هكا بحال هكا زوين وطاب وطويل، يعني راه فيه الطول والعرض الطبيعي حتى هاد على اساس ما يحبوا يدوزوا عندنا من نديرو. هانتوما شوفوا هاد اللون شحال ممتاز، شوفوا هاد اللون شحال ممتاز، وقيلا راه غادي نعذبك عزيز هاد النهار حتى هاد اللون بوردو وين تصور بلا تا ولدي عاد تسمح. هانتوما هادو فيه الزواق، على خاطرك يا خالتي انا كنصور اولدي. شوف هانتا شوف هاد اللون شحال بزاف فن، علاش كنقول لكم اللوانات الغابرين كاملين غتلقاوهم هنايا. ودابا انا وهذاك اللي خديت دابا بقى عاجبني هذا، وقيلا غادي نردو نجي ناخذ الاخر ناخذ هذا. شوفوا اعزائي المشاهدين انتم كما كتشاهدوا بحال هكايا، شفتوا هاد لي زيت خاص كيف كيجي بحال هكايا، يعني راه طويل استسمح لها الصداع واحد الدري حتى هو جا شحال من هكا نتفلى وفي كنصور. المهم نعلي واحد اللون لي ها انتما حتى هذا، هذا ممتاز بزاف بزاف، وهذا كيجي مع الجوج هو كيجي زوين بحال هكا، وكنأكد بأن راه فيه الطول، نوريكم راه كاين الطول بحال هكا كما كنا كنشوفو، ولكن شوفو بلا ما تحلو قلا نوري ما كنعذبك. هانتوما شوفو الموف ديالو، لا غلا على مسكين، لا غلا على مسكين، برومو برومو غير بثمانين درهم فقط. عندك شي توضيحات عزيز تقولهم ليا؟ بالنسبة للثوب ديالو، الثوب ديالهم ديال الكويتي أختم، الثوب ديال أختم 100%، الثوب ديالهم مزيان، كيحشم ما كيبغيش عاد باش يشرح لكم أكثر. شوفوا هذا، شوفوا اللون ديالو، شوفوا أبيض، شوفوا كي داير، أنصفكم هذا، هذا، أنا راه شي خطرة غندير لكم حلقه خاصه داك الشيله اللي عندي في الدار ديالي، كلهم اللي كتشاهدوا امامكم اللي كتشاهدوا في الفيديو امامكم كتشاهدوا داك كلهم من عند عزيز، كلشي هاد الشيله وداك الشيء وراه كيجي حتى ديال لاصوا. دابا حنا مع المواطن البسيط بغينا نوريكم الحاجه اللي كتكون مزيانه بطبيعه الحال رخيصه. الالوان ديالها هما هادو 80 درهم، القري 80 درهم حتى هويا. انا اكيد الا خديت شي حاجه راه غادي نبارطاجيها معكم ونقول لكم خديت هادو. كاين اللون الابيض، كاين هادو، هادشي كلشي غير 80 درهم. يلا ندوزو لمدخ موديل ان شاء الله في الفيديو الجديد غادي نوريكم الجديد بثمن مزيان بزاف بزاف من عند عزيز فولار. ايوا تبقاو على خير.